وناخد مداخله مع فرناندو داكروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي اللي حقق الفوز اليوم على فيوتشر بهدفين دون رد. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. مساء الخير على الجميع. المباراة النهاردة حققتوا فيها الفوز أمام فيوتشر بهدفين وتصدرتوا المجموعة، مجموعتكم في الكونفدرالية. كيف كانت هذه المواجهة أمام فريق محترم وكبير في مصر هو فريق فيوتشر؟ المباراة كانت صعبة أمام فريق صعب، أمام فريق صعب جدا وفريق جيد جدا. أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، بدأنا بالضغط عليهم وسجلنا في الشوط الأول وكان وقتا مثاليا للتسجيل. في الشوط الثاني وصلنا على نفس النسق وأعتقد أننا حققنا فوزا مستحقا. هل في أي لحظة من اللحظات حسيت أن فيوتشر قادر على العودة للمباراة بالتعديل، تحديدا الوقت ما كان الجيش الملكي متقدم بهدف وحيد؟ Non parce que enfin non oui et non parce que c'est une bonne équipe et que sur un contre ou sur une occasion ils ont de la qualité pour pouvoir نعم هم فريق جيد ولديهم الامكانيات على العوده في اي لحظه من المباراه، ولكن اعتقد اننا نظمنا خطوط دفاعنا بشكل جيد، اغلقنا امامهم كل منافذ التمرير وخاصه في وسط الميدان. طلبت لاعبين بالتركيز لانهم يستطيعون في اي لحظه خلق مواقف صعبة في الملعب وخاصة من الجهة اليمنى، ويستطيعون أن يسجلوا في أي وقت من أوقات المباراة. وجود فريقان من مصر في هذه المجموعة مع الجيش الملكي في البداية كنت تراها تصعب من مهمة الجيش الملكي، ولا كنت تراها أن ممكن الجيش الملكي يستفيد أن بيراميدز وفيوتشر ممكن يعني يخسروا بعض أو يخسروا بعض النقاط، فده يكون في فائدة للنادي الجيش الملكي؟ Écoutez, aujourd'hui on n'est qu'à la moitié du chemin, donc si vous voulez, il y a encore 9 points. حقيقة الأمر نحن لدينا طريق للبطولة، وطالما أنت تركز في طريق البطولة فلا يجب أن تنظر إلى مثل هذه الأشياء. نعم نحن معنا فريقين إيجيبسيين ومصريين، ولكن في كل الأحوال حتى لو كان من خارج مصر فهدفنا هو الفوز التأهل، والجميع على أرضية متساوية والجميع لديه نفس الفرص في التأهل، وهذا هو ما نعمل عليه طوال الوقت. واجهت بيراميدز وواجهت أيضا فيوتشر، أي من المباراتين كانوا أصعب على الجيش الملكي؟ الاثنين كانوا صعبتين. الاثنين كانوا صعبتين. أن الفريقين قريبين جدا في المستوى. وفي القاهرة تمكنا من العودة بنقطة ثمينة بعد التعادل مع بيراميدز في القاهرة. واليوم حققنا انتصارا. أعتقد أن الثلاث فرق الجيش الملكي وفيوتشر وبيراميدز الثلاث فرق قريبين جدا من بعضهم البعض في المستوى. مواجهة فيوتشر القادمة في القاهرة، فيوتشر بالتأكيد سيبحث فيها عن الفوز الحتمي حتى يضمن حظوظه في البقاء في المنافسة. كيف ترى هذه المواجهة القادمة أمام فريق فيوتشر؟ المباراة القادمة سوف تكون خلال 10 أيام، وفي الأثناء سوف يكون لدينا مباريات في الدوري المحلي. بالتأكيد نحن نفكر من الآن في الانتقال للقاهرة في التوقيت المناسب بعد الانتهاء من البطولة المحلية وللحفاظ على حظوظنا في هذه المجموعة للوصول إلى الدورة التالية. فرناندو داكروز المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.